النهارده انا بحيي الحقيقه تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وتحديدا النائبه مارثا محروس. ليه؟ لان سياده النائبه يعني تقدمت التنسيقيه بمشروع قانون لحمايه الاسره المصريه. بيهدف مشروع القانون الى انشاء يعني زي تنسيقيه، زي لجنه لحمايه الاسره المصريه من التفكك. تنشأ أو مشروع لإنشاء لجنة عليا للإرشاد الأسري، وده أعتقد مش بعيد عن اللي إحنا بنتكلم فيه. سيادة النائبة مارثا محروس، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. أكيد حضرتك كنت بتسمعي معانا الحوار اللي كنا بنتكلم فيه على تجديد العقوبات الخاصة بالتحرش، وإن يعني جزء منها بيبقى نتيجة التفكك الأسري. والنهارده يعني بتضعوا برضو ايديكم كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وحضرتك يعني ايديكم على الجرح وبتطالبوا بانشاء لجنه عليا للارشاد الاسري. الحقيقه قبل ما اكلم حضرتك على الارشاد، انا كنت في احدى المداخلات وكان قبلي في مداخله لاب سلم ولاده الاثنين بدور رعايه في اداره التضامن لعدم قدرته على تربيتهم. وده يخليني استوقف مع حضرتك فلسفه القانون، يمكن ده متزامن مع اليوم اللي انا قدمت فيه القانون. انا لا اعلم ان انا هسمع في يوم من الايام الراجل ده بيقول كده، لكن الحقيقه القانون كان بيعالج النقطه دي. خليني ابدا مع حضرتك من الاول. الهدف من القانون هو تقليل معدلات الطلاق اللي زادت جدا بشكل يعني مرعب الفتره اللي فاتت، ومن ثم زياده نسبه تشرد الاطفال الناتجين عن هذه الزيجات الغير مكتمله. فلسفه اللجنه الاول هيكون الناس اللي موجودين فيها والاعضاء الجهات الرسميه اللي موجودين فيها، وزارة التضامن، وزارة الصحة، والصحة النفسية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، وما يتراءى للجنة من إضافات أخرى قد تسري اللجنة في أعمالها المنوطة بها. طب إيه هدف اللجنة؟ اللجنة هتبدأ من أول يوم يفكر فيه إرشادين في الإقبال على الزواج. والحقيقة إن من ضمن المشاكل الكثيرة اللي بتنتج عنها تفكك الأسرة هو عدم فهم دور الزوجين لبعضهم ببعض وعدم واجباتهم مع بعض. وبالتالي علشان كده أول دور للجنة هو هتكون بدور توعوي من خلال دورة صغيرة جدا هتقدمها للمقبلين على الزواج في تعريف كل من ليه واجبات الآخر وأهمية هذه المسؤولية المقبلين عليها، والتوعية الثقافية والجنسية أيضا. طيب هنا ممكن حد يقول لحضرتك طب ما هي بتتقاطع مع بعض الأدوار اللي بيقوم بها وزارات أو هيئات أخرى، سواء في المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأمومة والطفولة، التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة حتى والسكان في بعض الأمور. يعني شايفة حضرتك ازاي الدور اللي هيكون منوط بيها في ظل يعني عشان ما يحصلش زي تضارب اختصاصات ما بينها لجان أخرى أو هيئات أخرى؟ أشكرك يا فندم. أولا كل الجهات اللي بتقدم الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده بتقدمه بشكل اختياري وبشكل تطوعي، لكن أنا بتكلم عن قانون. فكرة القانون وهي تقنين العملية وهي إلزام العملية، هو القانون صادر من إلزام وثابت وصادر من ان تكون الجهه مختصه. ممكن تكون حضرتك في خبره كبيره جدا فتيجي تديني دوره توعويه، لكن لما تكون متخصص صحه نفسيه الموضوع هيختلف. علشان كده الجهات الموجوده في اللجنه هي جهات من جهات معنيه ورسميه تقدر انها توثق الموضوع ده. دي النقطه الاولى من اختصاصات اللجنه، دي نقطه بسيطه جدا. النقطه الثانيه وهي اصدار شهاده رسميه عن الحاله الصحيه والنفسيه والاجتماعيه للطرفين، وده يخلينا نشوف فلسفه الدليل، لان كثير من المشاكل بتصدر عن ان الزوج ما يعرفش حاجات عن زوجته، فبالتالي بتطلب الطلاق منه. انا ما اعرفش ان هو متجوز ومخلف عيلين، انا ما اعرفش انها مصابه بالمرض الفلاني اللي يمنعها انها تكون ام، انا ما اعرفش ان هو بياخد كام فلوس، انا بيضحك عليا وهكذا. لكن التقرير ده لما يصدر كشف كامل للحقائق ويطلع عليه الاثنين فاصبح انا عندي مكشفه، المكشفه دي هتديني احقيه ان انا اخد قرار صائب في ان انا اكمل او لا. ده لا يعني لا. طيب يعني جهد الحقيقه مشكور، ونتمنى ان شاء الله ان اللجنه العليا للارشاد الاسري اللي حضرتك يعني تقدمتي والتنسيقيه تقدمت بهذا المقترح ان شاء الله نتمنى انها ترى النور في اقرب وقت، لان اكيد المجتمع كله هو الكاسب والرابح منها. شكرا جزيلا للنائبه مارثا محروس عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين عن حزب حماة وطن.